السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد من أوتوماكس تول. اليوم في عندي جهاز من شركة توب دون PT200 اللي بيأمن لك فحص للبطارية شامل، وبيوفر عليك الذهاب للقيام بفحص بطاريتك بالورشات. خلينا نشوف هذا الجهاز ونتعرف عليه أكثر. طبعاً هذا الجهاز بيشتغل على جميع أنواع البطاريات، إن كانت سائلة والبطاريات الـ AGM الحلزونية والجل وبطاريات الدورة العميقة، المركبات والسيارات والدراجات النارية طبعاً والشاحنات والسيارات، الدفع الرباعي والقوارب واليخوت والجرافات وحتى عربات الجولف. رح جرب لكم إياه. يوم طبعاً وصلتوا على بطارية، نعرف من خلال البطارية قديش كم سي سي، 420. مثل ما ملاحظين عطاني اياها بالضوء الاحمر، واللي هي انه البطارية لحاجة لشحن. فحص سريع لجميع انواع البطاريات، وبيقدر يأمن لك اختبار خلال ثواني مثل ما شفتوا. طبعا شاشته اللي بتتميز هي 2.4 بوصة، شاشة ملونة على عكس شاشات أحادية اللون، حتى بتقدر تطلع وتفحص حتى بضوء أشعة الشمس من دون ما تتضايق. مثل ما شفنا جهاز PT200 لا غنى عنه لأصحاب الورش، أصحاب الاستعمال اليدوي، زائد مصانع البطاريات. جهاز خفيف، استعماله سريع، بتقدر تفحص بطاريتك خلال ثواني. لطلب هذا الجهاز رجاء الاتصال على هذا الرقم الموجود بأسفل الفيديو، وشكرا لكم.